الحكومي الجديد. سيدي العزيز، بداية بحب أشكرك وبحب أشكر هذه القناة الله يحييك اللي عودتنا على إطلاق الكلمة الحرة وهي منبر لنا. الشيء الثاني بالنسبة للتعديلات، أنا بدي أقول لك شيء يعني وألخص لك الموضوع. الحكومة سقطت شعبيا، سواء يعني تعديل بلا نكهة، ترى قد ما يعدل هو تجميل. نعم، الحكومة سقطت بقراراتها. احنا مش معنيين ترى بتغيير الاشخاص، هذا الاشخاص يعني احنا بنحترم الرايح وبنحترم اللي جاي كشخص، ما عندنا عداوة شخصية معاهم. نعم، ولا مع الملقي ولا غيره. احنا بدنا نسقط النهج. الان المواطن بغلي، هم عارفين انه المواطن بغلي وتجاوزوا جميع الحدود او الخطوط الحمراء. انا بدي اقول لك، على الرغم من سوء الحكومات السابقة، الا ان هذه الحكومات لم تتجرأ بمس مادة الخبز والسلع الأساسية، هذا مستها. فأنت شو بدك تتغير لتغير؟ يعني شو بده يجمل؟ أنا ما أنا فاهم يعني التعديل. أنا بقول لك لا والله، يعني ما أنا شايف أنه رايح يجيب جدوى. يعني إذا في وزير كان أداءه ضعيفا، نعم، يعني أنا أقصد هل مش من حقنا كشعب وإعلام ونواب أنه نعرف ليش جبته وليش صوحته؟ أقول لك شغلة، في التعديل السابق احنا شف كنا نتمنى انه تعديل ان ينال من بعض الوزراء. نعم، نال من الوزارات اللي مش معني ما لها مشاكل مع الشعب. انا بدي اقول لك شغله، بعدين احنا ترى بدك تفهم اهم شيء الان الملف الاقتصادي هو الملف السائد الان. المواطن قوته، قاعد الحكومه هذه بتحارب عقوته، بدك تفهم هيك. فكان الان الاولى انه يسقطوا، طالما يعني انا بقول انه طالما حكومة الملقي يجب أن تعلن الآن فشلها في برنامجها الاقتصادي، وأنه سووا تغيير مثلا إذا التعديل ويسقطوا نهجهم وغيروا السياسات وغير تغيير السياسات. أستاذ زيد، يعني